تم إدانة الرئيس بخمس سنوات سجن نافذا، وإدانة أمين المال بأربع سنوات سجن نافذا، وإدانة الكاتب العام بأربع سنوات سجن نافذا. باقي المستشار هذاك راه ما تحكم نهائيا، وباقي الرئيسة السابقة هاد جوج اللي بقاو تمت إدانة ثلاثة العناصر، الرئيس والكاتب والأمين. لكن في إطار العدالة حنا كنا نتمناو باش القضية تكيف إلى الجنايات، لأن الفعل لأن العقوبة الحالية لا توازي الفعل المرتكب، الجرم المرتكب. حنا الجرم المرتكب فيه ما هو مادي وفيه ما هو اجتماعي. ما هو مادي كاين نهب ديال مجموعة من مجموعة كبيرة من الأموال ملايير، وفيما يتعلق بما هو اجتماعي كاين ضحايا، تشتيت ديال الأسر، مستقبل ديال الأسر ضاعت، واحد العدد ديال المسائل اللي ما تقدرش ترجعها الأسرة. واحد 10 سنين ضاعت من حياتها وضاعت مستقبل أولادها. وكما كان الحال هذه بداية، موفقة، نعتبرها بداية موفقة ماشي نهاية. حنا يلا غادي نبداو العمل عمل جدي، وغادي نحاولوا ناخذوا هذا الحكم بايجابيته ونشتغلوا عليه فيما يستقبل باش نحاولوا نردوا الحقوق للمنخرطين. اكيد حنا دابا اكيد غنديروا الاستئناف، اكيد مؤكد، لان كما كان الحال حنا اقصى العقوبه بغيناها حتى لهذوك الاخرين الكاتب والامين، لان كلهم نعم الرئيس بوحدو اللي خدا خمس سنين، وكاين مستشار حتى هو كاع ما كاين هنايا، وكاين الرئيسه السابقه. يعني راه لا نهائيا ما كاينش في الحكم، كاين غير الرئيس والكاتب والامين، كاين المستشار ما كاينش، والرئيسه السابقه راه هي موضوع ثلاث مذكرات ديال البحث، راه هربانه من العداله، وبالتالي هاد الناس كاملين خصهم يتحاكموا ويجيو للمحاكمه، وغادي نجيبوهم ان شاء الله، غادي نجيبوهم في اطار الاستئناف وفي اطار مساطر اخرى غادي نديروها ان شاء الله. راه باش الانسان يحصل على الملاير والدوله براسها ما يحصل عليها، كنطلبوا من حكومه صاحب الجلاله والتدخل الفوري للسيد وهبي، ورانا كنطلبوا الله الوطن الملك وحقنا ما يضيع. خمس سنين قليه في عصابه، هذا راه ما وداديه، عصابه ونهبة مال الكبير والصغير، الفقير والشبعان والناس كانوا مضرة، ونهب الناس ديال الأساتذة التعليميين. هذا راه سيناريو ما يترحم في المغرب، وراه ما يعدلو حد إلا عاد بضميره. واليوم كنطلبوا من الحكومة صاحب الجلالة والتدخل ديال السيد وهبي باش يشوف حق هاد المواطنين، والله الوطن الملك انا راضيين عليه. واش انت تنهب الملايير ويديروا لك خمس سنين؟ خمس سنين راه قليلة، راه عصابة سيدي هادي، والدولة خصها تعالج هاد المشاكل لأنها عطيها ترخيص. راه مانا ضد دار التودادية هكاك، عندهم شقاق، هو دار جوج شانتيوات، النجاح واحد والقدس واحد، ودارهم كدمية، وتم كيدي الناس ها الشقة، كاين البيع أربعة المرات، وكاين البيع أربعة ثلاثة المرات، وكاين الناس اللي كينصب عليهم، ونصب على ناس رجال التعليم. راه ما نصب على والفقراء، وكاين الناس اللي طالقوا، وكاين الناس اللي باعوا ديالهم وتموا عايشين في الهواء ما كاين والو. واش 50 مليار اليوم عطيني انت غير مليار؟ راه الدوله كامله ديالها قادير وما عندها 50 مليار، وهو داها وقالت قدام المحكمه يكذب ويحلف وجايب شهود بالزور. هذا راه ظلم، راه ما صغير حد، ونحن راه في دوله الحق والقانون. راه ما انا قلت له البارح راه اليوم، وكتقولوا حقكم ما يضيع، وين هو حقنا؟ مليون دراهم يعطي لك البنك الا ما عادوا ضمانات حره. واليوم كنطلبوا من العداله خمس سنين قليله في حقنا، تحول جنايات ونهب المال. هذا راه ما هو حق اللي بان لنا اليوم، مازال غالي لنا ما فشيناه. هادي مشاو داو رزقي شحال هادي 10 سنين ومازال دابا جالسه بلا سكنه بلا والو، وامنا كبير في الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وفي العداله. حنا اول مره نسمعوا دابا هذا الحكم اللي نطقوا به، ونتمنى يكون خير لنا في المستقبل. الحكم حكموا عليهم ما بين خمس سنوات اربع سنوات، المجموعه اللي هذه العصابه اللي ضدنا حنا نصبات علينا، اللي ضيعتنا وضيعت الاف البشر. ونتمنى عند الله تبارك وتعالى امنا كبير في العداله تكمل علينا، وتشوف من جهتنا وتشوف حق الله. حنا ما دايرين والو، حنا دايرين غير الحق ديالنا، مشينا ضحي
التجربه ديالنا غير دابا، خلي الفلوس اللي خسرنا غير دابا هاد السنوات اللي حنا كنكافحوا، شحال خسرنا غير في الاتعاب والمصاريف والطلوع والمشي والمجي بدون فائده. ولكن اليوم الحمد لله كاين شويه بعد الامان، نتمنى عن الله تبارك وتعالى يسر لنا الامور والعداله تكون من جهتنا، من جهه الحق، حنا غير من جهه الحق. جانا هذا الحكم بما ان شحال تكرفصنا ما عمرنا ما لقينا حتى شي امل، دابا جانا مزيان، دابا نتمنى يكون بدايته خير. استرجع لنا اموالنا ولا استرجع لنا ديورنا ولا المهم غير رجع لنا رزقنا بعدا من هذا الاتعاب اللي كافحنا فيها هذه السنوات كلها. حيت اكيد العداله ما غادي تضيعناش، الا ضيعونا هما ما غادي يضيعنا العداله، حيت مع الحق وحنا مع الحق، الله تبارك وتعالى. مع الظلم على كونتر فيزيت على هذا عام يا مريضه يديروا لها عاد صحي. العام الاول يا راه واش شفتي يا سيدي؟ ماك هو شفتي شقاوه.